ومن نتائج زيارة العبادي لتركيا، أكد وزير الزراعة فلاح الزيدان عزم تركيا إيقاف العمل في سد إليسو على نهر دجلة إلى العام المقبل، ما سيزيد من الإطلاقات المائية خلال الأشهر المقبلة. وقال زيدان أن هناك عرضا تركيا للدخول بشراكة في إقامة سدين، أحدهما على نهر دجلة في تركيا والآخر في العراق، يقام على الزاب الأعلى لتقسيم موارد المياه والطاقة، مضيفا أن تركيا ستزود العراق ب 400 ميجاوات كمرحلة أولى من خلال الاتفاق على الربط الكهربائي بين البلدين. يأتي ذلك بعد زيارة وفد حكومي برئاسة العبادي إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفريق حكومته.